بص انا بحترم جدا حاجه في موسيماني بصراحه. موسيماني عمره ما بيحمل اي حاجه خارجيه الخطا، خطا تعادل او خطا هزيمه، دايما بيتكلم بشكل واضح ان الخطا عندنا. يعني هو امبارح قال اللاعبين لم يكتفوا باللعب، حاولوا كتير الوصول للمرمى. مشكلتنا الاساسيه اعتقد وكلنا بنتفق معاه في النقطه دي هي اهدار الفرص. صحيح. بالنسبه للتحكيم قال انا مش عايز اتكلم عن التحكيم، الكل شاف اللي حصل، شاهدت اللقطه اكتر من مره اللي احنا كلنا او اللقطه اللي عليها جدال، لم نتعادل بسبب هذه الركله بل اهدار الفرص خاصه في الشوط الثاني، كم الفرص محبط ليه وللجميع. واحنا بنضم صوتنا بصراحه الموسيماني في هذه النقطه تحديدا، كم فرص، يمكن 20 فرصة تقريبا أنا ما شفتش في مباراة كم هذه الفرص اللي كانت موجودة. المشكلة عندك في عارف اللي هي إيه، التاتش الأخير، الفينال، الفينيشنج. يعني امبارح كان ماتش مثير بصراحة للأعصاب، كلنا كنا متوترين جدا واحنا بنتفرج. أنا عايز أقولك أنا ما كملتش الماتش باي ذا واي، يعني الواحد كان تعب جدا بس ودخلنا ننام بطبيعة الحال، احنا بنصحى 6 الصبح يعني. بس ارجع برضو واقول لك يعني في النهاية كلنا بطبيعة ان احنا اهلاوية لازم كلنا نقف جنب لاعبتنا، وما عندناش شك برضو ان شاء الله اللي جاي هيكون احسن واظبط، وان الامور هتتحسن وهيتم علاج كل الاخطاء اللي كتير جدا مننا وقف عندها الفترة اللي فاتت. وبرضو نرجع ونقول زي ما قال كابتن موسيماني، احتاج هؤلاء اللاعبين في ملعب فيتا كلوب، لابد من تشجيعهم انهم ابطال افريقيا. وقال كمان المهمة صعبة ويجب أن نواصل فيها حتى النهاية، يتبقى أمامنا 3 مباريات ولكني أثق في فريقي ومن الطبيعي أن تقلق الجماهير. والحقيقة الجزء الأخير من الكلام هو كمان كان موضوعي فيه ومنطقي، ما كانش بيقاوح فيه، قالك طبيعي فعلا الناس تقلق. أكيد إحنا كلنا أكيد قلقانين، ما بنتكلمش إن إحنا مع أو ضد، إحنا كده كده هنفضل مع فريقنا، ولكن الفكرة إن إحنا لازم نعالج أخطائنا، عشان نعالج أخطائنا لازم أصلا نتداركها. إحنا عندنا مشكلة في الفينيشنج، أكيد عندنا إيمان برضو إن الفريق إن شاء الله هيتحسن، لكن خلينا هنا لما نتكلم بقى ما ننساش الجزء الحلو في الموضوع، هدف مروان محسن سجل الهدف الثاني للأهلي في شباك فيتا كلوب الكونغولي، كان بتسديدة بصراحة كانت رائعة في المرمى بعد تلقي تمريرة كانت عرضية مميزة من مجدي أفشة، وقبليه طبعا كان الهدف من محمد شريف في الدقيقة تحديدا 69. يعني خلينا نقول مباراة شهدت كمان للأسف بعض السلبيات أو الحاجات اللي احنا مش سعداء بيها، إصابة محمود وحيد. بس خليني أطمن حضراتكم إن الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق قال إنها إصابة في العضلة الخلفية، والنهاردة إن شاء الله برضو هنطمن حضراتكم على يعني التطورات الخاصة بشأنه.